في الأثناء قال الدكتور أحمد عبد الله عبد رئيس كتلة المحور النيابية خلال حضوره مجالس العزاء أن المعركة مع الإرهاب مستمرة، ونراه اليوم يستخدم وسائل الغدر بالمواطنين لأنه لا يستطيع مواجهة الجيش، لهذا لابد لنا من الانتباه ومساعدة القوات الأمنية بالمعلومة وأخذ الدروس والعبر من الماضي وما حل بنا من نزوح ودمار. يعني الواحد قامت ينتفض هن ذني بعد الارض والعرض والكرامه وكل شيء، فما نقبل ابدا لو بتواث انكاون، مع انه احنا اكو خطا كبير من الدوله لانه اكو فراغ واكو حاجه للموارد البشريه للجيش. احنا عندنا عمليات بس ما عندنا بس لواء اسمه 91، العمليات يعني فيلق، الفيلق الاف، هاي الجزيره يملاها ملي، صلاح الدين مساحتها كبيرة، خامس أكبر مساحة بالعراق، يعني راد لنا ثلاث فرق على الأقل. بس عندنا عسكر اليوم اللي هم الحشد والجيش والشرطة، الألف قد 100 ألف، لأنه نوع قبل شفتوا شلون صافرات تليفونات رسائل انهار الجيش، لأنه مثل الرعاية الاجتماعية جاي يأخذ راتب وجاي يستخدم أساليب ابتزاز، يعني تعرفونها، بس هاي المرة أنا أشوف الوضع غير. يعني لو أكو عسكر ما يجي، لو أكو عسكر لأن هو جبان ما يريد ينقتل، بس هو أدغم، يعني إجا غدر بهاي العالم لو ينتبهون عندهم سلاح ما يقدر يصلهم، بس هاي هم مقصودة، يعني ظل من كل المزارع من كل المحصول وجعل، أعتقد المقصود رضوان، شو اسمه؟ ابو هذا سبع، فكلكم اريدكم رضوان، يعني انا اعرف انه ما محبطين، ولا نقبل واحد يقول الارهاب جاي ما يجي ابد، ولا نقبل انه نرجع ونتدير من ديارنا وننزح، وشفتوا صار بالنزوح، مذله، يعني شلون اقبل المذله؟ اذا اموت ما اقبل، خلي يجي الله محيي وما يجي عليكم. فاحنا نشوف اكو معنويات وما نقبل لا هذا الحادث ولا غيره، وراح نظل ننطي تضحيات لانه البلد يحتاج الى تضحيات، ومو البلد كرامتكم، خلينا نحسبها كل منطق. فانا اريدكم تنتفضون، واريد نساعد الاجهزه الامنيه، اريد المعلومه، ما نجي ندلس، هذول يصلهم اكل، منين يصل؟ اكو عندنا هنا، اكو عندنا لحد الان دناقيز ودليسية وحواضن، هاي الحواضن اريدها، هاي اللي تذبحكم بالنهار، اخوي وبالليل يجي يذبحني، هذه لازم ننتبه لها، لانه ابو الاستخبارات منين؟ المعلومة من المواطن والامن المواطن، يعني اليوم احنا منكم مواطن متعاون مع الاجهزة الامنية، امننا 100% واحسن امن في صلاح الدين، بس احنا عندنا فراغ في قواطعنا، لانه احنا واصلين من سوريا من غرب الشرقاط، هاي راد لها مسك، قبل المسك تمسح هاي الارض كلها صحراء. فانا ادعوكم، واني عشان نبيكم كبير، انا اعرف كل مناطقنا ما تقبل بعد الذل ولا تقبل هذا الفكر ابدا، لانه وخصوصا الشرقاط،